السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر بكشي من قناة سامر بكشي العامة. طبعا موقعنا القديم كان اسمه منوكا هني هيربس، زي ما انتم شايفين غيرناه، رجعناه إلى متجر ستور اللي هو سامر ستور، متجر سامر بكشي صار اسمه سامر ستور دوت كوم، وموجود وراها اللزقة. وعندنا طبعا عسل منوكا وأنواع عسل ثانية. الحين صرنا الحمد لله نوفر مو بس عسل منوكا، شوفوا حبايبي معلش، هذا عسل المنوكة جو هيلثي، طبعا في اسعار تصفيه على فكره، يعني هذه الاسعار هذه راح تكون خاصه جدا، راح نعطيكم اقل سعر في السوق فوق ما تتخيلون. اوكي حبايبي، بس اتصلوا علينا واللي عزم يبشر بالخير. طبعا عندنا ام جي او 24، تخيلوا ام جي او، قصدي يو ام اف 24، ام جي او 1120 متوفر عندنا، وراح نعطيكم اقل سعر في السوق بلا منازع. ايضا ام جي او 260 نعطيكم اقل سعر في السوق، وعندكم ام جي او 1000 كم، معلش العتب على النظر، 1046 اللي هو يو ام اف 23 بلس. وعندنا ايضا زي ما انتم شايفين منوكا هاني لوجندي لوجن لوزنجيز، اوكي بروبوليس، والله من زمان ما صورت حق العسل. المهم حبايبي، هذا طبعا عبارة عن عسل منوكة مع ليمون مع عكبر، حلو. عندنا ايضا هذا كمنتج جديد، عندنا عسل طبيعي بالشمع انتاج باكستان، الخلية كاملة كما هي، الاسعار راح نزودها لكم في الموقع. عندنا ايضا شوفوا حبايبي، عندنا زي ما انتم شايفين عندنا عسل سدر يمني وطريقة الاستخدام، شوفوا ما شاء الله، هذا عسل السدر اليمني وزن كيلو، هذا نص كيلو، معلش عذرا، هذا نص كيلو، حلو. وعندكم عسل طالح بلدي وطريقة الاستخدام، وعندك عسل قطر يمني، وعندنا عسل الغابة السوداء ألماني، وعندنا عسل زهور بشاوري، هذا دعاية موقعنا، الاستيكر حقنا القديم، بس طبعا تغير اسم الموقع، اسم سامر ستور دوت كوم، معلش يعني ما غيرنا. وحبايبي موجود ايضا اللي هو اربع انواع عسل مع مكونات خلية النحل، موجود في الموقع ايضا، هذا اخر حبة. عندنا حبايبي اللي هو سم النحل، هذا للمفاصل جدا ممتاز، عبارة عن منوكة مع سم النحل، جدا ممتاز، هذا اخر حبة. وعندنا ايضا علبه ثانيه من العسل اللي هو اربع انواع عسل مع خلاصه خليه النحل، بسكوت النحل، العكبر، البروبوليس، وشغلات كثيره واجد يعني في الموقع راح تشوفونه. فالله يعطيكم العافيه، معاكم سامر بقشي، رقم جوالي 0506908466، لا تنسون الاشتراك في القناه واعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحب نذكركم ان هذه العلب القزاز في حال ان احنا جانا شحن برا الحسا، راح نحطها في علب بلاستيك زي هذه ونقفل عليها وتجيكم مغلفة ممتازة يعني، ولا بغيتها زي ما هو في القزاز، انا ما انصح في الشحن في القزاز مو بكويس، فراح نحطها لكم في علب بلاستيك خاصة للشحن زي هذه، وتتقفل بإحكام زي بالضبط علبة المنوكة هذه. الله يعطيكم العافية، ونشكركم على ثقتكم وتعاملكم معانا طول هالسنين، احنا صار لنا من 2015 تقريبا، بس انقطعنا شوي بسبب ظروف كورونا وكذا، وحاولين والحين ناويين نرجع يعني وبقوه قدر الامكان على قدنا. الله يعطيكم العافيه، معاكم سامر البطشي، رقم جوالي 0506908466، لا تنسون الاشتراك في القناه واعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.